بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بكم حبايبي فيديو جديد من يوميات أسرة بسيطة زي ما أنتوا شايفين طبعا الفيديو عن عبايات عيد الأم إحنا النهاردة في محل هوريكوا دلوقتي هو فين بالظبط وأقول لكم العنوان المحل ده برضو عامل عنده عبايات كل المقاسات وهوريكم دلوقتي العنوان إحنا كده في أول شارع فرنسا هو 35 شارع فرنسا المحل اسمه العمدة تمام؟ آه هنبتدي دلوقتي الجولة على بركة الله بس يا ريت قبل ما نبتدي ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة هنبتدي ونعرف كل الأسعار خليكم معايا هنبدأ كده العبايات يعني مثلا العباية اللي قدامنا دي ب 250 جنيه أما بقية العبايات دي أسعارها برضو آه بصوا اللي هي الاولانية دي وخمسين. طبعا زي ما احنا شايفين العبايات مختلفة في منها سادة وفي منها منقوش يعني اول عباية دي ب 480 اللي هي يعني زي تنفع سهرة كده دي بالنسبة لها مقاس واحد بس اللي وراها على طول ربعمية وخمسين كل الرينج ده 450 ما عدا اللي هي ب وخمسين اللي هي شبه الدريس بالظبط كل العبايات دي بصوا انا عايزه افرجكم يعني عن قريب كده منها آه وعلى فكره في مقاسات كتيره جدا يعني في مقاسات من العبايات دي آه بتوصل لغايه 8 اكس ولسه دلوقتي كمان آه هنشوف ان شاء الله آه اشكال تانية هتعجبكم قوي بصوا بقى من تحت ودي على فكره بالطرحه بتاعتها اي عبايه بالطرحه بتاعتها ودي اشكالها اشكالها متنوعه بصراحه هندخل جوه بقى ونتفرج دلوقتي مثلا هنشوف اشكال عبايات بصوا مثلا دي على شكل فراشه دي بربعميه وخمسين وأكيد في خصم لمتابعي القناة بإذن الله بصوا تعالوا افرجكم بقى على أشكال تانية دي برضو فراشة دي بخمسمية وخمسين وسواريه خمسمية وخمسين تمنها ومقاساتها كلها موجودة في برضو عبايات الجنس الأستاذ كان بيقول لنا على العبايات الجنس اللي موجودة طبعا زي ما احنا شايفين عبايات الجنس اهي من تلتمية ل خمسة وعشرين دي بالنسبة للعبايات الجنس وطبعا في منها مقاسات اهي دي اشكال الجنسات اهي بصوا مثلا الشكل ده ده ستايل اللي وراها ستايل تاني وفي منها طبعا الغامق والفاتح دي مثلا اهي فيها لولي مثلا دي دي مية بس تمام بالنسبة لعبايات الجنس لسه هنشوف تشكيلة يعني كتيرة دلوقتي بقى هنشوف حاجة تانية خالص عرض بقى آه كل العبايات المجموعة اللي فوق دي آه نازلة بتلتمية جنيه هم عبارة عن 8 عبايات وفيهم مقاسات وهنشوف دلوقتي أشكالهم من قريب التشكيلة دي كلها كانت ب 480 ونزلت ل 300 جنيه بمناسبة أعياد الأم في منها هي المطرزة في منها المشجرة وفي في, في فيها يعني الطرحه بتاعتها وفيها بالكابيشو هيبصوا الاربعة اللي فوق اهم زي ما قلنا اي واحدة فيهم اه ب جنيه اه المجموعة دي كلها زي ما قلنا هي اللي نزل عليها اه تخفيض يعني وزي ما قلنا كل المقاسات انا بحب اقول لكم على كل حاجه بالتفصيل دلوقتي بقى هنشوف اللي على الستاند بصوا دي اشكالها مثلا دي ب وتمانين. تمام الستاند ده من ميتين لميتين وتمانين كل الاسعار موجوده وكل المقاسات موجوده وزي ما قلنا ان المحل طبعا اسمه العمده اول شارع فرنسا اول ما تخشى شارع فرنسا في عبايات اهي كمان هنتفرج عليها دلوقتي بصوا مثلا دي دي 280 يعني هي تبقى شبه الدريس كده. آه كل اللي تحت ال 300 كان اغلي من كده بس نزل بمناسبه عيد الام وبرده في خصم ان شاء الله لمتابعي القناه. آه في حاجات تانيه هنشوفها برده احنا طبعا انا عايزه اوريكم المحل كله والله. بصوا مثلا الشكل ده دي بتلتمية خمسة وعشرين تعتبر سواريه، كانت بربعمية وتمانين بقت بتلتمية خمسة وعشرين، في مثلا واحدة تانية اهي شكل تاني ستايل تاني، بصي بقى عاملة ازاي نازلة على واسع هي دي بربعمية خمسة وسبعين لأن طبعا فيها شغل كتير، في منها ألوان على فكرة ومقاساتها كمان موجودة لسه بقى في حاجات تانية طبعاً هنتفرج عليها مع حضراتكم بصوا ده ستايل تاني ورده وش وظهر منقوش عليها جيب ربعمية وخمسين من 3 اكس المقاسات لغايه خمسة ستة اكس بصوا بقى كمان واحدة اللي جاية برضو دي بصوا دي بقى دي برضو عباية تعتبر عباية سوري دي خمسة وسبعين عباية سوري طبعا بيبقى عليها بقى ايه شغل جامد وكده من 3 ل 6 اكس عشان لو اما تيجي تبقي عارفة المقاس ومتطمنة يعني بصوا اه الشغل بتاعها من قدام بقى انا قلت اقرب لكم عشان تشوفوا الشغل ايه اه عن قرب يعني ولا ضيقه من فوق ومن تحت كده برحه يعني هنشوف لسه برضو هنشوف مع بعض زي ما شايفين تشكيله كبيره جدا هنشوف طبعا كتير دلوقتي بقى هنشوف كمان عبايات امهات ده بقى اكتر من موديل دي ب 350 بصوا يا جماعة المقاسات عشان ما نعودش نكرر الكلام كل المقاسات موجودة زي ما قلنا من 3 لغاية 6 اكس وطبعاً فيه أقل من كده هنشوف برضو حاجات تانية بصوا بفرقوا بقى على التشكيلة كمان اللي موجودة العبايات اللي موجودة تنفع للبنات وتنفع للستات طبعاً تنفع للأمهات كل سنة وكل أم يا رب طيبة وبخير لسه بصوا بقى الموديل ده دي عباية وريه بصوا الشغل اللي عليها دهبي كده على الصدر على الصدر و دي ب 525 وعلى فكرة صاحب المحل قال لي قبلة للتساهل يعني برضو انتوا برضو ما تروحوا بقى انتوا شطارتكم بصوا دي كمان ايه في ناس طبعا بتحب برضو الشغل ده بصوا ايه انا حبيت اوريها لكم من فوق لتحت يعني هي حتى تشبه فستان السهرة شوية دي بخمسمية وبيقول بيقول لنا كان بيقول لنا ساعتها قابل للتساهل <applause> دلوقتي بقى كمان احنا هنشوف حاجة تانية بصوا بقى الشكل ده كمان يعني هي عباية وش وظهر يعني ايه محطوط فيها كده مشجر داخل فيها مشجر دي خمسة وسبعين. تعالوا لسه وأخليكم معايا هتتفرجوا على حاجات تانية بصوا الستايل ده برضو في ناس مثلا بتحب كده العباية سودة وداخل فيها اللون الأصفر مع اللون الأبيض دي برضو مقاسات يا جماعة بالحزام بتاعها برضو دي ما فيهاش الطرحة بتاعتها آه في شكل تاني اهو آه اسود في احمر في ابيض كانه كده علم مصر ده ستايل مثلا بناتي دي بمئتين وخمسين على فكره مش دي الوانها بس في منها الوان كتير غير الاحمر والابيض في الوانها وفي مقاساتها بمئتين وخمسين بصوا دي برضو طبعا التشكيله بقى دي للامهات للبنات لو في عروسه مثلا ناويه تجهز وكده دي ب وخمسين ده مثلا الدراع بتاعها ده ستايله في عبايه تانيه العبايه دي بقى ستايل تاني دي عبايه اسمها عبايه بنطلون يعني هي معاها بنطلون ده شكلها بالبنطلون بتاعها طبعا بربعمية وعشرة يعني احنا وريناكوا كذا ستايل في بالبنطلون مثلا في بالكابيشو في بالبندانة في بالطرحة في جنسات تعالوا بقى نشوفوا بقى ايه حاجات تانية كمان بصوا بقى دي برضو شكل تاني دلوقتي انا بقى بفرجكم بقى خليكم معايا كده وانا بفرجكم على الستايلات بتاعتها بصوا دي اشكالها مثلا اشكال ياما طبعا لعيد الام بقى في ملونه وفي سوده وفوق اهو في حاجات كتير احنا عرفنا ثمنها ايه كانت في الاستاند وقلنا سعرها انا ما سبتش حاجه غير لما قلت سعرها ايه علشان طبعا انا ايه, ايه عايزه افيد والله بالمعلومه ايه انا مسجله طبعا حاطه صوت لان كان وقتها كان في ازعاج وكده اللي فوق دي اللي هي البرو برباط دي ميتين وخمسين، الصف ده كله من ميتين وخمسين لتلتمية اللي احنا شايفينه ده، بصوا بقى اشكالها بقى وفيها هي بتبقى ابيض في اسود من ميتين وخمسين 300 زي ما احنا شايفين في الورقة اهي اللي كاتبينها قلت افرجكم برضو على اشكالها عشان تبقوا عارفين اشكالها الوانات وفي مش اه فيه اهيبه مثلا دي رياضيه لينايك زي ما قلنا من ميتين وخمسين لتلتميه بتتراوح بقى في ميتين وسبعين في ميتين وتمانين في ميتين وخمسين كده يعني وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا اتمنى يا رب منكم الدعوه الحلوه واللايك والاشتراك في القناه وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته